في هذا الفيديو سوف نجد inverse Laplace transform of 5 over s. طبعا يعني بعد ما نكون حافظين الانفرس لابلاس ترانسفورم رولز، خلينا نشوف هذه الاس اللي هون بماذا تذكرنا. علينا ان نعرف بان لابلاس ترانسفورم of any constant a equals a over s، وبناء عليه فان انفرس لابلاس ترانسفورم over a على s equals a. واذا بتلاحظ عندي هنا في هذه المسألة ان a equals 5، فالاجابة simply equals 5، وبهذا تكون انتهت هذه المسألة البسيطة، وابقى معنا حتى ترى المزيد من inverse Laplace transform، وشكرا لكم.